موجز الأخبار من الراي، أهلا بكم. خلال زيارته الرئاسة العامة للحرس الوطني، أشاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بما يقوم به منتسب الحرس من واجب مشرف في حفظ وصون أمن الوطن واستقراره بالتعاون مع أخوانهم في الجيش والشرطة. كذلك قام سمو الأمير بزيارة نادي ضباط الجيش الكويتي، حيث هنأ بحلول شهر رمضان المبارك، قائلا في كلمة ألقاها: لا تزال العديد من مناطق الصراع في محيطنا الإقليمي تعاني من حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن، وأن ثقتنا بكم كبيرة على القيام بمتطلبات الموقف واتخاذ اليقظة والحذر والجهوزية للحفاظ على وطننا العزيز وتجنيبه من كل خطر والتصدي بكل حزم لكل من يتربص به شرا. وما زيارتنا هذه والتي نحرص على القيام بها كل عام إلا للتأكيد على مكانتكم الرفيعة لدى الجميع والتقدير المطلق على إيفائكم بالمسؤولية المشرفة الملقاة على عاتقكم بالحفاظ على سلامة الوطن وحمايته والذود عنه والتفاني في خدمته، مشيدين بما قامت به قوة الواجب قيث من جهود كبيرة بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والتطوعية بالتعامل مع الآثار المترتبة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد العام الماضي والتي جسدت ما يتمتع به منتسب الجيش الكويتي البواسل من روح وطنية عالية وإحساس كبير بمسؤوليتهم الاجتماعية. أخواني وأبنائي، لا يخفى عليكم ما يشهده المجال العسكري من تطور متسارع سواء على صعيد تطور الأسلحة وفعاليتها أو بحداثة نظريات ومناهج التدريب الميداني العسكري، مما يستوجب الاستمرار بالجهود الرامية لمواكبة هذه التطورات والعمل على رفع كفاءة العنصر البشري، مؤكدين أن الدولة لن تتوانى في تقديم كل الدعم لتحقيق ذلك. أخواني وأبنائي، لا تزال العديد من مناطق الصراع بمحيطنا الإقليمي تعاني من حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن، وإن ثقتنا بكم كبيرة على القيام بمتطلبات الموقف واتخاذ اليقظة والحذر والجهوزية للحفاظ على وطننا العزيز وتجنيبه من كل خطر والتصدي بكل حزم لكل من يتربص به شرا. وافق مجلس الأمة اليوم خلال جلسة سرية على إحالة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى لجنة الشؤون التشريعية للنظر في مدى دستوريته. نتابع التقرير التالي. أحال مجلس الأمة الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة التشريعية البرلمانية للنظر في مدى دستوريته. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الحكومة تقدمت بطلب لعقد الجلسة السرية وفق المادة 69 من اللائحة الداخلية، ومناقشة هذا الطلب يكون في جلسة سرية، وبعد مناقشة الطلب تم التصويت عليه ووافق على أن تكون الجلسة سرية، ثم تمت الموافقة على إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية. طلب سمو رئيس مجلس الوزراء بإحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية، وأيضا بعد مناقشة هذا الطلب بين مؤيدين ومعارضين تم التصويت عليه ووافق المجلس على إحالة الطلب إلى اللجنة التشريعية. هذه ممارسات وإجراءات لائحية منصوص عليها في اللائحة والدستور وتمت في السابق. ما هو مهم يعني أود أن أكد عليه، وكل ما يخرج من نتائج وأرقام وغيرها، يعني وأنا متوجه لكم عدة نتائج وأرقام وصلتني وأسماء، غالبيتها لم يكن جلها غير دقيق وغير صحيح. ما يدور في الجلسة السرية هو سري.
من جانبه انتقد مقدم الاستجواب عبد الكريم الكندري إجراء الإحالة إلى الدستورية، معتبرا أن الاستجواب الذي تم تقديمه هو اختبار حقيقي للنواب. هناك اختبار حقيقي للنواب، لأن هذا الاستجواب اللي تقريبا أغلب الخبراء الدستوريين صرحوا بأنه استجواب دستوري، لأنه بدأ بمقدمة دستورية في مسؤولية رئيس الوزراء وتكلم عن جميع السياسات الحكومية الغائبة في عهد جابر المبارك، وأهم قضايا ناقشها المجلس خلال 3 سنوات: التركيبة السكانية، البطالة، الصحة، وتردي الخدمات. وعلى وقع حالة الاستجواب إلى التشريعية، أعلن النائب رياض العدساني بعد انتهاء الجلسة عن تقديمه وسبعة نواب آخرين لكتاب عدم تعاون سياسي مع الحكومة كموقف ضد الإحالة، مشيرا إلى أنه والنواب سيقومون بدعم أي استجواب سيقدم إلى الحكومة. ومن المنتظر أن يناقش المجلس تقرير لجنة التشريعية بعد الانتهاء من النظر بمدى دستورية الاستجواب من عدمه. إحالة الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لبحث محاوره الثلاث دفع بعدد من النواب إلى تقديم كتاب عدم تعاون سياسي مع الحكومة كموقف رافض لهذه الإحالة. حمد النبهان، الرأي. قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن الكويت تستنكر وتدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي عبر الطائرات المسيرة، والذي استهدف محطتي ضخ في محافظتي الدوامي وعفيف السعودية، مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب الأشقاء في المملكة ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار السعودية والمنطقة بأسرها. وقد أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح تعرض محطتي ضخ لخط الأنابيب لهجوم من طائرات مفخخة بدون طيار، ونجم عن ذلك حريق في إحدى المحطات تمت السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة، مضيفا أن شركة أرامكو السعودية أوقفت الضخ في خط الأنابيب حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا لنيويورك تايمز بأن المسؤولين الأمريكيين بحثوا خطة لإرسال نحو 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران القوات الأمريكية. بدوره قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده أعظم من أن يرهبها أحد، وخلال لقاء جمعه مع عدد من رجال الدين في حفل إفطار قال روحاني إن إيران ستجتاز هذه المرحلة بنجاح ورفعة وستهزم العدو بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني للحكومة. نظمت جمعية المعلمين الكويتية حفل استقبال المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتحرص الجمعية على هذه العادة السنوية بهدف التواصل بين أعضاء وقيادات الميدان التربوي في أجواء اجتماعية تعزز من الترابط وتبادل الآراء والأفكار. هذه هي العادة السنوية التي نحرص عليها في جمعية المعلمين من باب التواصل واللقاء مع الزملاء في الميدان التربوي، ونتمنى أن يعيد الله سبحانه وتعالى علينا هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا باليمن والخير والبركات. وبهذه المناسبة أرفع باسمي وباسم إخواني أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب الكويتي والمقيمين بهذه المناسبة العزيزة. ختام الموجز، إلى اللقاء.